في الوقت الذي تعاني فيه دول كبرى من نقص في السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية جراء الأزمة العالمية، تمضي مصر قدماً في استراتيجيتها التي بدأتها وقطعت فيها أشواطاً كبيرة على مدار سنوات، وهي الاستراتيجية الخاصة بتعزيز وتطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، مما ساهم بشكل إيجابي في صمود مصر أمام الأزمات الدولية المتلاحقة لتبقى مصر دوماً أرض الخير. نتابع الفيلم التسجيلي. مصر غنية بأيادي ولادها، الأيادي اللي بتزرع وتبني وتساند على مدار السنين خطوة ورا خطوة في سباق مع الزمن. قدرنا نلغي كلمة مستحيل، والتاريخ يشهد إن أرض مصر هي أرض الخير. كان هدفنا الأكبر نواجه التحديات عشان نحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وترجع مصر سلة غذاء للعالم. ابتدينا أول خطوة في المشوار باستصلاح وزراعة المناطق الصحراوية في مختلف مناطق الجمهورية عشان نقدر نتوسع في الرقعة الزراعية. بدأنا بـ4 مليون فدان، منها 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة، واللي بدأنا في زراعة 350 ألف فدان منها بمشروع مستقبل مصر كباكورة للمشروع، واللي قدرنا نحقق منها وفرة في المحاصيل من 20-30% عن المعدل الطبيعي للإنتاج الزراعي. ده غير مشروع تشكى الخير على مساحة 1.1 مليون فدان، واللي بتتميز تربتها الخصبة بقلة احتياجها للكيماويات والمبيدات الزراعية، واللي تعتبر من أهم صروح الأمن الغذائي. ولسه بنسابق الزمن للانتهاء من زراعة 2.5 مليون نخلة على أراضي تشكى الخير، وبنواصل نهضتنا الزراعية في استصلاح 650 ألف فدان في الصعيد والوادي الجديد. ده غير إعادة هيكلة 1.5 مليون فدان في الريف المصري الجديد، بالإضافة للبدء في مشروع تطوير زراعات قصب السكر بطاقة 200 مليون شتلة سنوياً. وبنواصل جهودنا لتحديث نظم الري للحفاظ على كل نقطة مية عن طريق أساليب تكنولوجيا وممارسات زراعية حديثة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بمحطات هي الأكبر من نوعها عالمياً، زي محطة معالجة مياه بحر البقر ومحطة المحسمة اللي هتمد شريان الحياة لاستصلاح حوالي 460 ألف فدان في شمال ووسط سيناء. ده غير تبني برنامج لإنتاج التقاوي المعتمدة من المحاصيل الاستراتيجية والخضر اللي بتساهم في زيادة الإنتاجية، وكانت النقلة النوعية في الزراعة مع ميلاد المشروع القومي للصوب الزراعية اللي بيستهدف زراعة 100 ألف فدان من منتجات زراعية خالية من المبيدات بجودة عالمية من خلال مزارع محمد نجيب والعشر من رمضان وقرية الأمل بالإسماعيلية، بالإضافة لمزرعة أبو سلطان اللي بيضموا المخازن والتلاجات ومحطات فرز وتعبئة وتغليف وتصنيع المنتجات وإنتاج البذور. وفي إطار تعزيز الصحة النباتية وسلامة الغذاء، تم التوسع في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المعامل المرجعية لضمان وجودة إنتاج غذاء صحي وآمن ومستدام مطابق للمواصفات العالمية. وكل ده كان داعم أساسي لصادراتنا الزراعية في فتح أسواق جديدة وصلت ل 160 دولة بأكثر من 405 منتج وصلت إلى ما يقرب من 6.5 مليون طن سنوياً، وده أكبر رقم في تاريخ الصادرات الزراعية. وعلى صعيد المحافظة على المخزون الاستراتيجي للقمح، تم إنشاء 41 صومعة في 19 محافظة، نجحت في القضاء على نسبة الفاقد في الغلال اللي كنا بنخزنها في الشون المفتوحة اللي كانت بتوصل لأكثر من 15-20%. الصوامع زودت الساعة التخزينية كمان للقمح من 1.2 مليون طن ل3.4 مليون طن. مشروعات تنمية زراعية في كل ربوع مصر بتحقق الأمن الغذائي لكل مواطن، وتفضل مصر أرض الخير.